وحشتونا يا ولاد في الفترة اللي فاتت. يعني أعتقد إن أنا دلعتكم كتير يعني. بس إن شاء الله يعني تشد الشتر كده لغاية ما نخلص سينيور. إزيك يا ندى، عاملة إيه؟ ربنا يا رب يكرمك كمان. فحصصنا بعد كده أولاد كل يوم الساعة 9 بالليل لغاية ما خلص سينيور. حصصنا كل يوم 9 بالليل لغاية ما خلص سينيور. أنا هبدأ إن شاء الله برضو بإيه، مراجعة سريعة كده لحاجات أنا عايزها. هو إيه اللي بيعمل إكستنشن للقلب يا ولاد؟ مين العضلة اللي بتعمل إكستنشن للقلب؟ ترايسبس، برافو عليكم. العضلة اللي بتعمل إكستنشن للقلب وهي الترايسبس، وأسماء الهيد بتاعتها لونج هيد ودي طويلة واصلة لغاية الأكزيلا، وميديال هيد ولاترال هيد، ودول من حوالين السبايرال جروب. يعني في لونج هيد واخدة من النيرف عند الأكزيلا كده، وفي ميديال هيد ولاترال هيد اللي هما واخدين من على جناب السبايرال، النيرف في السبايرال جروب. من العضلات التانية اللي ممكن تعمل تساعد شوية يعني في انها تشد الكبسولة بتاعة الإلبو جوينت، عضلة كان اسمها الأنكونيوس. يعني في عضلة صغيرة كده اسمها أنكونيوس، هي دي وظيفتها بس، والإلبو بيتفرد يعني بيكستندد الجوينت، ما يبقاش مكشكش، الكبسولة ما تبقاش مكشكشة. فالعضلة دي اسمها أنكونيوس. يعني نقدر نقول إن الإكستنشن بتاع الإلبو بترايسبس وأنكونيوس، الإكستنشن بتاع الإلبو بترايسبس. طبعا المين هو الترايسبس، يعني المين مصر هي الترايسبس. الأنكونيوس دي شوية كده عشان بتساعد يعني عشان المفصل ما يكشكش. عشان أتني كوعي، عشان أتني كوعي بحتاج عضلتين، البايسبس والبراكيالس. البايسبس بتروح الريدياس، تروح الريدياس زي ما انتم شايفين كده، يعني البايسبس هتروح الريدياس، والبراكيالس والبراكيالس هتروح الانا. يقوم الريدياس والانا الاثنين يتنوا، يعني البايسبس بتروح تيبروستي كده في الريدياس. طبعا يعني الموضوع سهل قوي، ان البايسبس بتروح الريدياس والبراكيالس بتروح الانا، لان انا لما باجي اتني كوعي كده اعمل له فليكشن، في عضمتين بيتحركوا، خصوصا الفليكشن في الابر لمب قوي، الفليكشن في الابر لمب قوي، انت ممكن تلعب رياضه وترفع دمبل بتاع. فعشان كده وربنا بيخلق عضلتين، واحده تروح الريدياس واحده تروح الانا. البايسبس تروح الريدياس والبراكيالس بتروح فصه في الانا، يعني البايسبس تروح تبروستي في الريدياس والبراكيالس تروح فصه في الانا. يمكن بتوع الاناتومي كانوا بيشتتونا ساعات في انهم يقعد يقول لك والانسرشن بتاع البايسبس هيروح البايسبس تيبروستي في الريدياس، وفي جزء منه يبلند والزديد فاشيا اوف ذا فور ارم ويعمل بايسبيتال ابونيروزيس. فانت على بال ما بتلاقيه بقى عمل بلندد مع الديب فاشيا وعمل بايسبيتال ابونيروزيس، فانت بتنسى المين انسرشن. المين انسرشن بتاعه ان هو في التيبروستي بتاع الريدياس، والبراكياليس في الانا. في مشكلة ولاد في انك تفرد كوعك او تتنيه؟ في مشكلة في انك تفرد كوعك او تتنيه؟ يعني تفرده بالترايسبس، تتنيه بالبايسبس والبراكياليس. خلي بالكو افرده بالترايسبس والانكونيوس، ودول ريديان نيرف. يعني الترايسبس ريديان نيرف، والترايسبس دي لونج هيد وميديال هيد ولاترال هيد، والنيرف معدي كده بيدي اللونج هيد في الاكزيلا، وبعدين يدي الميديال هيد واللاترال هيد وهو ماشي في السبايرال جروف ميلي، وهو ماشي في السبايرال جروف. فاهمين على قد؟ يعني هيدي اللونج هيد فوق، ولذلك الريديال نيرف لو اتقطع فوق كده اللونج هيد، يعني لو اتقطع في الاكزيلا اللونج هيد والميديال هيد واللاترال هيد هيبوظ. لكن لو الريديال نيرف اتقطع في السبايرال جروف هيكون ادى اللونج هيد خلاص، اللي هيبوظ الميديال هيد واللاترال هيد، لكن اللونج هيد هتبقى خدت منه خلاص، فاللونج هيد تنفذ. المعلومه دي واضحه ولا لا؟ يعني الترايسبس بتاخد ميلي من الريديال نيرف، اللونج هيد بتاخد منه في الاكزيلا، وبعدين الميديال واللاترال هيد بياخدوا منه في السبايرال جروف. في اكسبشن صغير كده بس مش موضوع خالص. وبعدين ايه، لو الريديال نيرف اتقطع فوق كله هيبوظ، لو الريديال نيرف اتقطع فوق كله هيبوظ لو اتقطع في الاكزيلا، لكن لو اتقطع في السبايرال جروف هيكون اللونج هيد اوف ترايسبس تنفد، واللي هيبوظ هو الميديال هيد واللاترال هيد، لكن اللونج هيد اوف ترايسبس. المعلومه دي واضحه ولا لا؟
معلومة دي واضحة. بالنسبة للبايسبس والبراكياليس بيديها نيرف تاني اسمه ماسكولو كيتينس، احنا مش هنتعرض له اصلا واحنا شغالين يعني. بالنسبة للبايسبس والبراكياليس هيديهم نيرف تاني اسمه ماسكولو كيتينس واحنا مش هنتعرض له اصلا. نيجي بقى للاكستنشن بتاع الريست. قولوا لي كده اولاد احنا عملنا اكستنشن للالبو، اعمل اكستنشن للريست بتاعك كده. قول لي هتعمل اكستنشن للريست بايه؟ هتعمل اكستنشن للريست بعضله اسمها ايه؟ لازم يكون فيها كلمه اللي هي ايه؟ كاربي. تمام، لازم تبقى كاربي. تمام، يعني عشان اعمل اكستنشن للالبو هو الترايسبس ميلي، طبعا انكونياس بتساعد شويه لكن هي ميلي الترايسبس. عشان اعمل اكستنشن للريست لازم تكون العضلات كاربي عشان الريست، ولاني بعمل بيها اكستنشن فهي اكستنسور فتبقى اكستنسور كاربي. الحقيقه ان الاكستنسور كاربي ريدياليس ماسكه في الكاربال بون والسكند ميتاكاربال بون، ميتاتارسال ميتاكاربال بون، يعني هي ماسكه في الكاربال بون وماسكه في السكند ميتاكاربال بون. والاكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس ماسكه في الكاربال بون والثيرد ميتاكاربال بون. السؤال الجاي، طب ما هما اكستنسور وكاربي وريدياليس، السؤال الجاي هما ليه لما هما الاثنين اكستنسور كاربي ريدياليس ما اعتبرتهمش عضله واحده وخلاص؟ يعني ليه قسمتهم لونجس وبريفيس؟ بص على الاورجن وانت تفهم. شايف اللونجس جايه من الهيومرس، لكن البريفيس جايه تحت من الكومن اكستنسور اورجن، ولذلك الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس بتاخد من الريديال نفسه، لكن الاكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس بتاخد من البوستيرير انتر اوسياس نيرف، ولذلك لو قطعت الريديال نيرف نفسه هيبوظ الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس وبريفيس، لان البوستيرير انتر اوسياس نيرف من البريفيس. ولكن لو قطعت البوستيرير انتر اوسياس نيرف الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس تنفل، هيبوظ البريفيس بس، هيبوظ البريفيس بس. تاني يا ولاد العضلات دي بنعمل بيها اكستنشن تبقى اكستنسور، بنعمل بيها اكستنشن للريست تبقى كاربي، وهما الاثنين ناحيه الريدياس فتبقى ريدياليس. السؤال الجاي، طب لو الاكستنسور كاربي ريدياليس دي مقسمينها لونجس وبريفيس، عشان لونجس طويله شويه واخده من فوق لكن البريفيس قصيره شويه واخده من تحت، ولذلك الريديال نيرف وهو معدي كده هيتحول بعد كده البوستيريور انتر اوسيس، يعني الريديال نيرف وهو معدي هيتحول بعد شويه البوستيريور انتر اوسيس، فهو هيدي الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس وهو ريديال نيرف، وهيدي الاكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس وهو بوستيريور انتر اوسيس، ولذلك لو قطعت الريديال نيرف يبوظ الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس والاكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس الاثنين هيبوظوا، لان البوستيريور انتر اوسيس جاي من الريديال نيرف، ولكن لو قطعت البوستيريور انتر اوسيس نيرف بس فالاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس هتنفد لانها خدت اوريدي من الريديال نيرف. الحته دي واضحه ولا لا؟ يعني الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس واخده من الريديال نيرف، والاكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس واخده من البوستيري انتر اوسيس اللي هو برانش من الريديال نيرف. في اي حاجه صعبه في الحته دي ولا؟ دي الاكستنسور كاربي اناليسيس، ماسكه في الميتاكاربال بون وماسكه في الفيفث ميتاكاربال، ماسكه في الكاربال والفيفث ميتاكاربال بون. والحقيقه الاكستنسور كاربي اناليسيس بوستيري انتر اوسيس، وكان الاكستنشن اوف ذا ريست. سامعني يا ولاد ولا لا؟ سامعني يا ولاد ولا لا؟ الاكستنسور اوف ذا ريست اكستنسور كاربي ريدياليس لونجس دي ريديال نيرف، واكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس واكستنسور كاربي اناليس دول بوستير انتر اوسيس نيرف. الحقيقه البوستير انتر اوسيس نيرف برانش من الريديال، فلو انا عورت الريديال نيرف كله هيبوظ، لو عرضت الريديال نيرف كله هيبوظ، ولكن لو عورت البوستير انتر اوسيس تنفد الاكستنسور كاربي ريدياليس لونجس. بعد كده هنعمل اكستنشن للصوابع. اتفقنا الحصه اللي فاتت ان الصوابع اربعه وان ده بوليسز، ده حاجه ثانيه خالص، يعني الصب ده بوليسز لكن الباقي هم اللي ديجيتورم، ولذلك الاكستنسور ديجيتورم اربعه تندون. واتفقنا ان هم ما بيمسكوش في العظم بصوره مباشره، بيمسكوا في حته تندون كده على ظهر الصوابع كده اسمه اكستنسور اكسبانشن، يعني هي مش بتمسك في العظم مباشره، اللي ماسك في العظم تندون اسمه اكستنسور اكسبانشن،
والاكستنسور ديجيتورم الاربعه تندون بتوعها ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن اللي على ظهر الصوابع، فاهمين على ده؟ بعكس الفليكسور، الفليكسور ماسك في العظم مباشره، عشان كده الفليكسور ديجيتورم اقوى من الاكستنسور ديجيتورم. الفليكسور ديجيتورم اقوى من الاكستنسور ديجيتورم لان الفليكسور ديجيتورم ماسكين في العظم مباشره، لكن الاكستنسور ديجيتورم ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن اللي على ظهر الصوابع، الفاشيا اللي على ظهر الصوابع. الحته دي مفهومه ولا؟ يعني الفليكسور ديجيتورم ماسكه في العظم. لو فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالي سوبروفابلس، الفليكسور عظم على طول، لكن الاكستنسور ديجيتورم ماسكه في فاشيا، في فاشيا على ظهر الصوابع اسمها اكستنسور اكسبانشن، ولذلك الفليكسور بتوع الصوابع اقوى من الاكستنسور بتوع الصوابع. الحته دي واضحه ولا؟ لو كانت واضحه هيبقى في دلوقتي في دماغك سؤال، طب وليه احنا مش ماشيين صابعنا فليكسد على طول؟ يعني ليه مش ماشيين صابعنا فليكسد على طول طالما ان الفليكسور اقوى من الاكستنسور؟ الغلبه للاقوى، الغلبه للاقوى. فليه احنا مش ماشيين صابعنا متنيه على طول؟ عشان بيساعد الاكستنسور عضلات في الهاند اسمها لومبريكال وانتر اوسيال. يعني لو انا عملت كده المفروض صوابعي دي تبقى ميزان، لان صوابعي نورمال لا هي فليكس ولا اكستندد، فلازم يكون في ميزان في القوه بين الفليكسور والاكستنسور. لو انا اتكلمت ان الفليكسور اقوى لانها ماسكه في العظم والاكستنسور اضعف لانها ماسكه في الفاشيه، معنى كده ان انا همشي في الشارع صوابعي فليكس، معنى كده ان انا همشي في الشارع صوابعي فليكس. فاهمين على ده ولا لا؟ يعني المفروض همشي في الشارع صوابعي فليكس، بس ده مش حقيقي. ليه بقى مش حقيقي؟ يعني ليه الكلام ده ما بقاش حقيقي؟ لان اللومبريكال والانتر اوسياي بيخشوا على الميزان في صالح الاكستنسور، ولذلك الصوابع ما بتبقاش فليكس واحنا ماشيين. يعني الانتر اوسياي واللومبريكال، الانتر اوسياي واللومبريكال دول رمانة الميزان اللي هم بيعدلوا الميزان شويه ويخلوا الفليكسور قد الاكستنسور. يعني الانتر اوسياي واللومبريكال دول عضلات في الهاند هم ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن، هم كمان يعني هم كمان ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن، فبيضيفوا قوه للاكستنسور فيخلوا الفليكسور قد الاكستنسور، فما نبقاش ماشيين عاملين كده. عشان وصلت ولا لا؟ ولا وصلت ان الاكستنسور ديجيتورم هي الاضعف لانها ماسكه في الفاشيه اللي على الدرسم بتاع الفينجر اللي هو الاكستنسور اكسبانشن. طب السؤال الجاي، لما الاكستنسور ديجيتورم هي الاصعب هي الاضعف، مفروض ان الفليكسور ياخدوا الابر هاند ونبقى ماشيين في الشارع فليكس كده؟ لا، الحقيقه الامور ما بتمشيش كده، ما بتمشيش كده، لان في لومبريكال وانتر اوسياي، واللومبريكال وانتر اوسياي كمان ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن، فهم رمانة الميزان، فهم رمانة الميزان. لعلمكم لو اللومبريكال والانتر اوسياي باظوا الفليكسور هياخدوا الابر هاند، يبقى عاملين كده، فاهمين عادي؟ يعني لو اللومبريكال والانتر اوسياي باظوا رمانة الميزان اتشالت، فطالما الرمانة اتشالت الفليكسور هيبقى اقوى من الاكستنسور، فهياخدوا الابر هاند ونمشي في الشارع عاملين كده. حاجة كده هناخدها بعد شوية اسمها كلو هاند، حاجة اسمها كلو هاند، فاهمين عادي؟ الحقيقه لما نيجي يقول لك لما اللومبريكال والانتر اوسياي يبوظوا يحصل كلو هاند، فانت بتتخيل ان اللومبريكال والانتر اوسياي هم اللي عاملين كلون. لا، مش اللومبريكال والانتر اوسياي اللي عاملين كلون، هو الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفاندس هم اللي عاملين كلون. السؤال الجاي، طب وليه عملوا كلوينج لما اللومبريكال والانتر اوسياي باظوا؟ لان رمانه الميزان باظت، رمانه الميزان باظت، فالفليكسور خدوا الابر هاند فراح حاصل كلونج للصعب. والحقيقه ان ربنا حاطط رمانه الميزان دي، يعني اللومبريكال ماسكه في الاكستنسور اكسبانشن والانتر اوسياي ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن، عشان يحصل كلونج والفليكسور ياخدوا الابر هاند لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يبوظوا، لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يبوظوا. لو اللومبريكال بس اللي باظت الانتر اوسياي ما حصلش كلونج، لو الانتر اوسياي لوحدها باظت اللومبريكال تشيل ما يحصلش كلون. عشان يحصل كلون لازم رمانه الميزان تبوظ، اللي هي اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين اللي هم ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن. الحته دي صعبه شويه، ما
بس اعتقد ان انا وصلت لفكرة ان انا لو حطيت الميزان كده فالميزان هيبقى مش معدول، وان الفليكسور هياخدوا الابر هاند لانهم ماسكين في العظم، دول عظم ودي فشل. طب نعمل ايه عشان نعمل الميزان؟ هنحط مع الاكستنسور رومانا، الرومانا دي هي اللومبريكال والانتر اوسيال، لو باظوا الفليكسور هياخدوا الابر هاند، الفليكسور ياخدوا الابر هاند لان الميزان هيبقى لايف. وصلت يا ولاد ولا؟ طبعا هي اللي بيعمل اكستنشن للصوابع اكستنسور ديجيتورم، وبيساعدها على الليتل فينجر اكستنسور ديجيتي مينيمي، وبيساعدها على الاندكس اكستنسور انديسيز. وانا كنت قلت لكم في الحصه اللي فاتت ان دي الاكستنسور انديسيز، وان دي الاكستنسور ديجيتي مينيمي لما حد بيخصم حد وتقفله على صباعه الصغير، يعني بيقول له انت بالنسبه لي زي اصغر صباع وبتف عليه كمان، انت بالنسبه لي زي اصغر صباع وايه وبتف عليه. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ فاهمين يا دكاتره؟ يعني اكستنسور ديجيتورم اكستنسور انديسيس اكستنسور ديجيتي. هنيجي بقى لقصه البرونيشن والسوباينيشن. هو مين اللي بيعمل برونيشن؟ عضله فوق وعضله. البرونيشن والسوباينيشن، برونيشن والسوباينيشن هما دول معنيين بالحركه، يعني الفليكشن والاكستنشن بتاع القلبه حركه قلنا على هيومرس، يعني الفليكشن والاكستنشن ده حركه قلنا على هيومرس، لكن برونيشن وسوباينيشن العظم المعني عندي هنا هو ريديوس وقلنا. مين اللي بيتحرك بطريقه عمليه؟ الريديوس هي اللي بتتحرك، القلنا ما بتتحركش، القلنا ثابت، ولذلك الانسيرشن هيبقى لازم في الريديوس، اوتوماتيك الانسيرشن هيبقى في الريديوس، لان الريديوس هي اللي هتتحرك، وطالما الانسيرشن في الريديوس هيبقى الاورجين في القلنا. فاهمين يا ولاد؟ سيبكم بقى من فكره بتوع الاناتومي اللي يقول لك الاورجين بتاع البرونيتو تيريس جام الكومن فليكسور اوريجين وجام القلنا، هو الاورجين بتاعها ميلي من القلنا. فاهمين يا ولاد؟ والانسيرشن في الريديوس لان الريديوس هتتحرك على القلنا. طب البرونيتور كوادريتاس، كوادريت تيريس يعني مدوره، تيريس يعني مدوره، دي عضله مدوره، لكن دي كوادريتاس دي اربعه رباعيه، وطبعا الانسيرشن في الريديوس والاورجين في القلنا لان في كل الاحوال اللي بيتحرك الريديوس. واخدين بالكم يا ولاد من البرونيتور تيريس والبرونيتور كوادريتاس؟ واخدين بالكم من البرونيتور تيريس والبرونيتور كوادريتاس؟ يبقى كم عضله هيعملوا برونيشن؟ كم عضله هيعملوا برونيشن؟ اثنين. تمام. وده يديني هاند ان انا ممكن اخد واحده اعمل بيها تندون ترانسبلانتيشن، يعني برونيتور تيريس وبرونيتور كوادريتاس، فانا ممكن اخد البرونيتور تيريس اعمل بيها تندون ترانسبلانتيشن، والبرونيشن يعني هيضعف شويه بس مش قوي يعني. فاهمين يا ولاد؟ لان في اتنين برونيتورز، فانا ممكن استخدم برونيتور تيريس مثلا في التندون ترانسبلانتيشن يعني من غير ما اثر قوي على البرونيشن. انا اوكي يا ولاد؟ فاهميني؟ فاهميني يا ولاد لغايه دلوقتي؟ بديل اللي هي يا مريم مالكيش دعوه، لسه احنا هنخش في موضوع اعمق من كده شويه. لكن ساعه ما اقول ان انا هستخدم يعني في عضلات في الابر لمب انا ممكن استخدمها، يعني في عضله مثلا كان علموكم في الاناتومي انها شبه ريش، عضله كده ليها تندون طويل كانت بتتقطع في لعبه التنس وماي بي كونجينيتالي ابسنت، فاكرين ولا فاكرين العضله دي كانت بتتقطع في لعبه التنس وممكن تبقى كونجينيتالي ابسنت وكان ليها تندون طويل كده، فاكرين؟ هو ماريان نوبل اللي فاتت قالت لي انت اوفر استيميتنج اصلي، لكن العضله دي كانت مشهوره قوي كان اسمها بالماريس لونجس، لونجس ايوه هي دي البالماريس لونجس، التندون بتاعها طويل جدا، فدي عضله مي بي كونجينيتالي ابسنت يعني، فاحنا ممكن نستخدمها في التندون ترانسبلانتيشن لو موجوده. ففي بدايل كده عضلات لو قطعنا التندون بتاعها الحركه في الابر لمب ما تتاثرش قوي، منها البرونيتور تي ومنها البالماريس لونجس. فاهمين يا ولاد؟ فدي عضلات طبعا لو قطعتها الحركه في الابر لمب ما تتاثرش قوي، ممكن استخدمها كتعويض لعضله تانية، ممكن استخدمها كتعويض لعضله تانية. ايه مالكوش دعوه، لكن الفكره واضحه، الفكره واضحه، يعني الفكره واضحه انا بحاول اقدم ليه؟ يعني لغايه دلوقتي يا ولاد انا قدمت المعلومتين. المعلومه الاولانيه ان العضلات الصغيره بتاعت الهاند اللومبريكال والانتر اوسياي ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن، وانه دور رمانه الميزان، لو باظوا الفليكسور ياخدوا الابر هاند، ولو الفليكسور خدوا الابر هاند اولاد بيقولوا عليها
كلون يقولوا عليها كلون، لو الفليكسور خدوا الابر هاند كده يقولوا عليها كلون. المعلومه الثانيه اللي انا قدمت عليها ان في عضلات زي البرونيتور تيريس وزي البالماريس لونجاس انا ممكن استخدمها في التندون ترانسبلانتيشن. المعلومه الثالثه اللي انا قدمت لها دلوقتي ان اللونج هيد اوف ترايسبس واخده من الريديال نيرف في الاجزله، لكن الميديال هيد واللاترال هيد واخده من الريديال نيرف في السبايرال جروف، ولذلك لو الريديال نيرف اتعور فوق قوي الثلاثه هيد يبوظوا، لكن لو اتعور في السبايرال جروف اللونج هيد تنفذ. المعلومه اللي قدمت لها برضو في وسط الشرح ان الاكستنسور كاربري دياليس لونجاس واخده من الريديال نيرف، لكن اكستنسور كاربري دياليس بريفيس والاكستنسور كاربي اناليس واخدين من الانر نيرف، ولذلك لو عورت الريديال نيرف كله يبوظ، الاكستنسور كاربري دياليس لونجاس والاكستنسور كاربري دياليس بريفيس والاكستنسور كاربي اناليس كله يبوظ، ولكن لو عورت البوستيريور انتروسيوس نيرف الاكستنسور كاربري دياليس لونجاس تنفذ. دي المعلومات اللي انا قعدت في وسط الشرح كده ارميها لكم، وانا عمال اشرح كده عمال ارميها، طبعا مش برميها عبط يعني، انا برميها لان انا عارف ان انا هستخدمها بعد شويه. كلام واضح ولا لا؟ سوباينيشن سوباينيشن سوباينيتور، وطبعا اي برونيشن او سوباينيشن الانسرشن في الريديوس، يعني اي برونيتور او سوباينيتور الانسرشن في الريديوس. ففي عضله اسمها سوباينيتور اللي بتاخد من البوستيريور انتر اوسيس نيرف، وفي عضله اسمها بريكيوريديالس. بريكيوريديالس دي يا اولاد حكيم غنى لها اغنيه مشهوره قوي، عارفين اغنيه ايه؟ بريكيوريديالس دي، عارفين حكيم غنى لها اغنيه ايه؟ السلام عليكم، برافو عليك يا منى، تمام، السلام عليكم، السلام دي عليكم، دي بريكيوريديالس. بريكيوريديالس هي بتبدا السوباينيشن، يعني هي بتحط الايد بين البرونيشن والسوباينيشن، يوم السوباينيتور يشتغل، يوم السوباينيتور يشتغل. فهو البريكيوريديالس اسمها واضح انها جايه من بريكيوم دراع راح الريديوس، هتلاقي اسمها واضح يعني بريكيوريديالس لانها جايه من الهيومرس وراح الريديوس، فاهمين على ده؟ فالاكستنشن فسوباينيشن سوباينيشن بيبقى سوباينيتور وبريكيوريديالس، سوباينيتور وبريكيوريديالس. ومين اللي غنى للاسترنوماستويد يا مين؟ روبي، تمام روبي، لما اقول له اه يقول لي هو لا. نيلي كريم غنت لما اقول له اه يقول لي هو لا، انا ما اعرفش ان نيلي كريم غنت هذه الاغنيه العظيمه، انا عارف ان الاغنيه العظيمه دي قالتها روبي. روبي الحقيقه خلت عضلات كتير يعني مثلا خلدت الصوص مصر في اغنيتها العظيمه وانا داري كده، لانا داري كده، قال ايه اللي هي كانت على المشايه دي، برضو اغنيه للصوص مصر. فالحقيقه الناس دي اولاد ليها افضلها الجراحه، يعني كل واحد خلد عضل، يعني خلد اكشن عضل. فالنهارده موضوعي هو حكيم ونانسي، كل حاجه، كل واحد رقص، كل واحد رقص، يعني اي حد رقص فهو خلد الصوص. يعني الصوص مصر دي اللي بتحرك البلفس على الانزل سكيلت. وغاده اكيد انا ما اعرفش، ما شفتش غاده وهي بترقص، ما شفتش غاده وهي بترقص، يعني ما اعرفش بتاعها ترقص ولا لا. لكن يعني في حاجات كده كانت انا يعني زمان كده ما كنت بشوفها، كنت بحس بالعظمه يعني. المهم يا اولاد ايه ده بالنسبه للبريكيوريدياليس والسوباينيتور. طبعا لو هنعمل فليكشن للريست، فليكشن بقى للريست اكستنشن، فلازم هتبقى فليكسور للريست. يبقى ايه؟ للريست يبقى ايه يا رب؟ لازم طالما على الريست هيبقى ايه؟ وناحيه الانا والفيفس متكاربال بون، كاربال بون والفيفس متكاربال هتبقى اناليس. يعني الفليكسور كاربي اناليس زي الاكستنسور كاربي اناليس، يعني الفليكسور كاربي اناليس زي الاكستنسور كاربي اناليس بالظبط. يعني بس دي بتعمل فليكشن ودي بتعمل اكستنشن، دي ماسكه في الكاربال بون والفيفس متكاربال، ودي ماسكه في الكاربال بون والفيفس متكاربال، بس دي عضله قدام بتعمل فليكشن ودي عضله ورا تعمل اكستنشن. طب يلا اولاد الصوره الجايه هتبقى ايه؟ دي فليكسور كاربي اناليس، الصوره الجايه هتبقى ايه؟ فليكسور كاربي ريدياليس اكيد، يعني اكيد هتبقى فليكسور كاربي ريدياليس. خلي بالكم بقى الفليكسور كاربي ريدياليس ما فيهاش لونجاس وبريبس، يعني في فليكسور كاربي اناليس وفليكسور كاربي ريدياليس، لكن ما فيش لونجاس وبريبس. طبعا فليكسور كاربي ريدياليس فليكسور كاربي اناليس عشان حركه الايه؟ الريست بتاعك. ممكن نلعب معاكم كده طب شويه، مين العضله اللي بتعمل فليكشن اكتر؟ الفليكسور كاربي اناليس ولا الفليكسور كاربي ريدياليس؟
مين اللي بيتشارك في الفليكشن اكتر، الفليكسور كاربي النارس ولا الفليكسور كاربي ريديالس؟ النارس، عشان كده تاخد بالك لو احنا بنيجي نعمل فليكشن بيبقى في انر ديفيشن شويه، يعني طبيعي لما نيجي تيجي تعمل فليكشن كده تلاقي شويه انر ديفيشن، ده لان الستايلون بروس بتاع الريدياس اوطى من الستايلون بروس بتاع الانر، عشان كده انت ما تقدرش تعمل كده، لكن تقدر تعمل كده لان الستايلون بروس بتاعت الريدياس طويله فمنعاك من انك تعمل لاترال ديفيشن قوي، لكن الستايلون بروس بتاع الانر عاليه عاليه او قصيره شويه، يعني قصيره شويه فاقدر اروح ناحيتها، اقدر اروح ناحيتها اكتر، يعني اكتر اقدر اروح ناحيه الفليكسور كاربي النارس اكتر، لان الفليكسور كاربي الستايلون بروس بتاع الريدياس اوطى من الستايلويد بروسيس بتاع او اعلى، يعني الستايلويد بروس بتاع الريدياس اوطى من الستايلويد بروس بتاع الأمن، فانا ما اقدرش اعمل كده لكن اقدر اعمل كده، ولما اجي اعمل فليكشن الطبيعي ان في يكون شويه انر ديفيشن، الطبيعي ان يكون في شويه انر ديفيشن، بص على ايدك يعني اعمل فليكشن لايدك كده وانت تفهم، اعمل فليكشن لايدك وانت تفهم، فاهمين هذا؟ لا واخدين بالكم من حركه الستايلويد بروس بتاع الريدياس واطي عن الستايلويد بروس بتاع الانر، يعني انا لو عملت كده خط هوريزونتال كده الاقي الستايلويد بروس بتاع الريدياس واطي لكن الستايلويد بروس بتاع الانر عالي شويه، فاهمين يا دكاتره؟ لا تمام. دي الفليكسور، انا دلوقتي هعمل فليكشن للصوابع، هعمل فليكشن للصوابع، ففي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، شايفين التندون بتاعها مقسومين ازاي؟ ماسكه في الميدل فالانكس والتندون بتاعها مقسوم اتنين، ده الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. التندون بتاعها مقسوم اتنين ليه؟ لان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ماسكه في التيرمينال فالانكس، فالتندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس هيعدي من الجاب بتاع الاثنين سليبس بتاع سوبرفيشاليس ويروح يمسك في التيرمينال فالانكس، يروح يمسك التيرمينال ايه؟ فالانكس. دي الحته اللي حاولت اسالكم فيها الحصه اللي فاتت، فاكرينها على الجثه؟ فانتوا قلتوا لي الجثه، الجثث اللي درسنا عليها كان مقام عليها الحد والهند بتاعتها كانت مقطوعه. الحته دي الحقيقه مهمه قوي في الفهم، ان الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس ماسكه في الميدل فالانكس وماسكه بتندوم مقسوم. ليه تندوم مقسوم؟ عشان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس يعدي ويمسك التيرمينال فالانكس. ولذلك الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بيبني التيرمينال فالانكس، لكن الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس بيبني الميدل فالانكس. الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بيبني التيرمينال فالانكس، لكن الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس بيبني الميدل فالانكس. ايه الاخبار يا ولاد؟ الحته دي اكثر وضوحا دلوقتي؟ تمام. نيجي للصمب، لان الصمب ملوش دعوه بالصوابع، يعني انا ممكن اقول فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس فليكسور ديجيتورم بروفاندس دول يتنوا الاربع صوابع دول لانهم ديجيتورم، لانهم ديجيتورم، لكن البوليسز مختلف، البوليسز دي عضلات لوحده، ففي الفليكسور بوليسز لونجس وفي الفليكسور بوليسز بريفيس، دي موجوده في السينار مصر، يعني السينار مصر فيها فليكسور بوليسز بريفيس. السؤال الجاي، ليه ربنا يخلق فليكسور بوليسز لونجس وفليكسور بوليسز بريفيس؟ ربنا هيخلق فليكسور بوليس لونجس جاي من فوق وفليكسور بوليسز بريفيس في السينار ماسل، يعني ليه ربنا يخلق اتنين فليكسور كده؟ كماله تمام، مين اللي كماله؟ مين اللي كماله؟ البريفيس تمام، يعني اللي بيبدا الحركه دايما اللونجس، الفليكسور بوليس لونجس هي اللي هتبدا الفليكشن، هي اللي هتبدا الفليكشن، لكن البريفيس هتكمله، الفليكسور بوليس لونجس هي اللي هتبدا الفليكشن، لكن البريفيس تكمل البريفيس تكمل الفليكشن، يعني دايما الحركه بتبدا بالطويل والقصير كماله، يعني دايما الحركه بتبدا بالطويل والقصير بيبقى ايه؟ كماله. في ابدكتور بوليسز لونجس، هتعمل ابدكشن للصمب، هتعمل ابدكشن للصمب، عارفين الصمب لو جه على الصوابع يبقى ابدكشن، لو بعد عن الصوابع يبقى ابدكشن، لو جه في الهاند كده يبقى فليكشن، لو اترفع لورا يبقى اكستنشن. وقلت لكم اللغه اللي فاتت ازاي تفرق بين الابدكشن والاكستنشن، تحط ايدك على الكتاب او على الورق، لو على نفس البلين كده يبقى ادكشن وابدكشن، لكن لو الصابع اترفع عن الورقه يبقى ده اكستنشن، الصابع اترفع عن الورقه يبقى ده اكستنشن. فاكرين يا اولاد الحركات اللي انا قلتها لكم اللغه اللي فاتت؟ ادكشن ابدكشن فليكشن اكستنشن. جميل. لو انتم فاكرين هي دي ابدكتور بوليسز لونجس.
طب ليه ربنا يعمل ابداكتور بوليسيس بريفيس في السينار ماسل؟ ليه يعمل ابداكتور بوليسيس في السينار ماسل؟ عشان اللونجس تبدا الابداكشن والبريفيس يكمل الحركه، لان القصير دايما ايه كماله، يعني فليكسور بوليسيس لونجس وبعدين فليكسور بوليسيس بريفيس، ابداكتور بوليسيس لونجس وبعدين ابداكتور بوليسيس بريفيس يكمل. عشان كده السينار ماسل فليكسور بوليسيس بريفيس وابداكتور بوليسيس بريفيس وعضله واحده كالته اسمها اوبودونس بوليسيس، ما فيهاش لا لونجس ولا بريفيس، لان ربنا ادانا اوبوننس واحده بس، يا اما نسبح بيها ربنا يا اما نعصاه. فاهمين يا رياض؟ زي ما قلت لكم النوبه اللي فاتت كان في ابداكتور بوليس لونجس جاي من فوق وابداكتور بوليس بريفيس في السينال ماسل، في مثلا فليكسور بوليس لونجس جاي من فوق وفليكسور بوليس بريفيس في السينال ماسل، يعني السينال ماسل فيها اثنين بريفيس، ابداكتور بوليس بريفيس وفليكسور بوليس، لكن فيها اوبوننس واحده، اوبوننس واحده، عضله واحده بس اللي بتعمل اوبوننس واحده بس. عشان كده لما انا اجي بقى اقول لك عضلات السينار ماسل تقول لي ان في فليكسور بوليسيس بريفيس، اقول لك طب واللونجس جه منين؟ تقول لي من الفور ارم. في ابداكتور بوليسيس بريفيس، طيب امال العضله اللونجس جه منين؟ جه من فوق، جه من الفور ارم، لكن في اوبوننس بوليسيس واحده، في اوبوننس بوليسيس واحده. يعني لو الابداكتور بوليسيس بريفيس باظت هيبقى في ابداكشن يبدا لكن ما يكملش، لو الفليكسور بوليسيس بريفيس باظت في فليكشن، في فليكشن للصمت لكن يبدا ما يكملش، لان الكماله كماله راحت، ولذلك لن يفقد الفليكشن تماما ولن يفقد الابدكشن تماما ولكن يفقد الاوبوننس تماما، ولكن يفقد الاوبوننس تماما لان الاوبوننس ملهاش بديل. يعني السينار ماسل ابداكتور بوليسيس بريفيس وفليكسور بوليسيس بريفيس وعضله ملهاش زي اللي هي الاوبس بوليسيس. ايه الاخبار يا ولاد في الثلاث عضلات دول؟ تمام. الحقيقه بقى ان في حاجه اسمها ثينار ماسل وحاجه اسمها ثينار امينس ماسل، يعني حاجه اسمها ثينار ماسل وحاجه اسمها ثينار امينس ماسل، وكنت اتفقت معاكم الحصه اللي فاتت ان امينس يعني فسحه او يعني ريسبشن او كده، فهي دي سينار ماسل، هي دي سينار ماسل. سينار ماسل يا ولاد هم ثلاث عضلات، فليكسور بوليسيس بريفيس وابداكتور بوليس بريفيس وبولونس بوليس، انما لو دخلت الابداكتور بوليسيس يبقى ده سينار امينس ماسل، لو دخلت الابداكتور بوليسيس تبقى دي سينار امينس ماسل. ولذلك عايزك تاخد بالك في فرق بين سينار ماسل وسينار امينس ماسل، سينار ماسل ثلاث عضلات لكن الثينر امينس ماسل اربع عضلات. الادكتور بوليس هي هتعمل ادكشن للصمت ليه اوبليك هيد وترانسفيرس هيد، بس مش هو ده التارجت بتاعي. التارجت بتاعي ان انت تعرف ان في عضله اسمها ادكتور بوليس بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن للصمت بامرت ايه؟ ادكتور بوليس. السؤال الجاي انا ليه عايز اعلمك ان في ثينر ماسل وفي ثينر امينس ماسل وان الثينر ماسل ثلاثه لكن الثينر امينس ماسل اربعه؟ لان الميديان نيرف هيدي السينار ماسل لكن مش هيدي الادكتور بوليس، لان الادكتور بوليسز دي في السينار امينس ماسل، الادكتور بوليسز دي انا النيرف، الادكتور بوليس دي انا النيرف، يعني الميديان نيرف بيدي السينار ماسل لكن ما بيديش الادكتور بوليس، الادكتور بوليسز دي انا النيرف، يعني الميديان نيرف هيدي ادكتور بوليسز بريفيس وفليكسور بوليس بريفيس وبونس بوليس بس، لكن مش هيدي الادكتور بوليس، الادكتور بوليس دي سينار امينس ماسل. معرفش الحته دي وصلت ولا لسه؟ تمام. يعني معايا طلبه دلوقتي تعرف سينار ماسل وتعرف سينار امينس ماسل وتعرف الميديال نيرف هيدي سينار ماسل مش سينار امينس ماسل، سينار امينس ماسل يخش عليها الادكتور بوليسز والادكتور بوليس دي قلنا النيرف مش ميديال نيرف. هي ابدكتور بوليسز لونجاس دي جايه برضه. امال الابدكتور بوليس بريفيس فين يا ولاد؟ يعني الابدكتور بوليس لونجاس جايه من فوق كده من فور ارم. امال الادكتور بوليس بريفيس فين؟ في السينار ماسل. لذلك احنا عندنا هنا مثلا اوبوننس بوليسيس وابداكتور بوليسيس بريفيس وفليكسور بوليسيس بريفيس وادي الادكتور بوليسيس. الادكتور بوليسيس ليها تو هيد، ليها ترانسفيرس هيد وبليك هيد، بس مش هذا موضوع، يعني هي موضوع انها تاخد من الانا النيرف. الادكتور بوليسيس بتاخد من الانا النيرف، هو ده موضوعي. لكن مش موضوع ان ليها اوبليك هيد وترانسفيرس هيد، بتشتغل بالملف ده. خلي بالكم ان الفليكسور بوليسيس بريفيس والابداكتور بوليسيس بريفيس سوبرفيشال الاوبوننس بوليسيس بيبقى تحتهم، يعني تقدر تقول عليهم كده اهو،
يعني مثلا دي ابداكتور بوليسس بريفيس، ودي فليكسور بوليسس بريفيس. الاوبولنس بوليسس بتبقى كبيره وتحتهم، يعني افتح الاثنين دول من بعض اشوف الاوبولنس يبقى طرفها باين من هنا شويه، لكن هي الاوبولنس عضله كبيره، دي اللي عامله معظم البلك. الاوبولنس بوليسس هي اللي عامله معظم البلك بتاع الفيلم. يعني السينار بتاعنا باظظ كده، السينار بتاعنا باظظ كده بسبب وجود الاوبولنس بولس. السينار المصل بتاعتنا باظ قوي كده بسبب وجود الاوبولنس بولس. يعني السينار المصل ابداكتور بوليس بريفيس، فليكسور بوليس بريفيس، وتحتهم الاوبولنس بولس عضله كبيره. لو جيت اقول سينار امينانس مصل يبقى هدخل الابداكتور بوليس مصل. نيجي للانتر اوسياي بتاعتنا، تعرفين ان احنا عندنا دورسال انتر اوسياي. انتر اوسياي لانها بين العظم، انتر اوسياي لانها بين العظم، عشان كده يقولوا عليهم انتر اوسياي. عندنا دورسال انتر اوسياي وبالمر انتر اوسياي، بنعمل بيهم ادكشن وفانينج للفينجر. البالمر والدورسال انتر اوسياي بيعملوا ادكشن وفانينج للفينجر، اللي هو اب ادكشن للفينجر، ادكشن واب ادكشن للفينجر. يعني في عضلات رفيعه كده اسمها انتر اوسياي، في دورسال انتر اوسياي وبالمر انتر اوسياي، ودول بيعملوا ادكشن وابدكشن للفينج، ادكشن وفانينج للفينج. الانتر اوسياي فيها مشكله؟ لا، خلي بالكم ان الانتر اوسياي دي ماسكه في الاكستنسور تبانش، خلي بالكم الانتر اوسياي ماسكه في الاكستنسور تبانش. الانتر اوسياي هي رمانه الميزان، الانتر اوسياي هي رمانه الميزان. مين اولاد؟ هو انا اولاد في مشكله دلوقتي لغايه دلوقتي؟ في اربع عضلات كده اسمهم لومبر كده، بيبقوا الاورجن بتاعهم جاي من التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. يعني التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بيدي اربع عضلات اسمهم لومبر. السؤال الجاي، ليه اربع عضلات؟ يعني ليه اربع عضلات؟ لان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس دي اربع تندون، يعني هو بيدي اربع عضلات لان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ليها اربع تندون. العضلات دي عضلات رفيعه كده اسمها لومبريك. اللومبريكال مع الانتر اوسياي بيتنوا الميتاكاربو فارينجيال جوينت، بيتنوا الميتاكاربو فارينجيال جوينت، ويساعدوا الاكستنسور في الاكستنشن بتاع الانتر فارينجيال جوينت، فيعمل حاجه اسمها رايتنج بوزيشن، يعمل حاجه اسمها رايتنج بوزيشن. يعني اللومبريكال والانتر اوسياي بيساعدوا الفليكشن في الميتاكاربو فارينجيال جوينت والاكستنشن بتاع الانتر فارينجيال جوينت، فيعمل حاجه اسمها رايتنج بوزيشن. البوزيشن ده في الكتاب هو رايتنج بوزيشن، مالهاش دعوه انت بتكتب ازاي. يعني في ناس بتكتب كده وفي ناس بتكتب كده وفي ناس بتكتب برجليها، انا مالي، انا مال انا انت بتكتب ازاي. البوزيشن ده في الكتاب اسمه رايتنج بوزيشن، اللي هو فليكشن في الميتاكاربو فارينجيال جوينت واكستنشن في الانتر فارينجيال جوينت. لو اللومبريكال والانتر اوسياي باظوا، الفليكسور ياخدوا الابر هاند ويعملوا كلون، اللي هو العكس بقى، اكستنشن في الميتاكاربو فارينجيال وفليكشن في الانتر فارينجيال، فليكسور ديجيتورام بروفاندس وفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس، هيشتغلوا مفيش حد هيوقفه. يوم يعمل فليكشن للترمينال فالانكس بالبروفاندس والميدل فالانكس بالسوبرفيشياليس ويعمل كلون. يعني اللومبريكال والانتر اوسياي ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن وهم رمانه الميزان، لما بيبوظوا الفليكسور ديجيتورام بروفاندس وسوبرفيشاليس بياخدوا الابر هاند، فيتنوا التيرمينال فالانكس والميدل فالانكس ويعملوا حاجه اسمها كلون. لكن طول ما اللومبريكال والانتر اوسياي موجودين، رمانه الميزان موجوده، رمانه الميزان موجوده. اللومبريكال والانتر اوسياي مع بعض يقدروا يعملوا رايتنج. خلي بالكم ان الرايتنج بوزيشن عكس الكلون، يعني الكلون اكستنشن في الميتاكاربو فارينجيال وفليكشن في الانتر فارينجيال جوينت. الرايتنج اكستنشن في الميتاكاربو فارينجيال، فليكشن في الميتاكاربو فارينجيال واكستنشن في الانتر فارينجيال جوينت. اللومبريكال والانتر اوسياي عضلات صغيره في الهند. اللومبريكال والانتر اوسياي يمسكوا في الاكستنسور اكسبانشن. اللومبريكال والانتر اوسياي هم رمانه الميزان، هم اللي بيوزنوا بين الفليكسور والاكستنسور. طول ما اللومبريكال والانتر اوسياي موجودين، الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورام بروفاندس ما يقدرش ياخدوا الابر هاند. ولكن لو اللومبريكال والانتر اوسياي باظوا، الاكستنسور اكسبانشن بترخي، يوم الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس وبروفاندس ياخدوا الابر هاند ويعملوا حاجه اسمها كلون. يا اولاد في حد مش فاهم؟ نشوف كده. يعني مثلا السينار مثلا ثلاث عضلات،
فليكسور بوليسز بريفيس وابداكتور بوليسز واوبوننس. خلي بالكو الاوبوننس بوليسز دي ملهاش زي ما فيهاش بريفيس، ما فيهاش كلمه بريفيس. ولذلك الاوبوننس بوليسز دي ليها اختبار كده، يعني هو المفروض عشان اختبر الاوبوننس بوليسز ادي العيان اربع صاجات وابدا اقول له يلا يلا معايا، هو ده التست للاوبوننس. بس ده صعب شويه في العياده والاد، فبنخليهم يعدوا على صابح، يعد يسبح، يعني العد على الصوابع 1 2 3 4 دي كده دي اوبوننس، او التسبيح ده اوبوننس، فاهمين يا ولاد؟ فيقولوا عليها كاونتنج فينجر تيست، يعني الاوبوننس بنختبرها بحاجه اسمها كاونتنج فينجر تيست. انما الفليكسور بوليس بريفيس والابداكتور بوليس بريفيس بنجيب قلم كده ونحطه قدام الصم، المس القلم يبدا الفليكشن، ابعد القلم شويه ما اعرفش يكمل، يعني يبدا الفليكشن ما يكملوش، يبدا الابدكشن ما يكملوش، يعني دايما تخلي صباعه يتابع القلم، اللي هو حاجه اسمها بين تاتش تيست، يتابع القلم، يبدا الفليكشن، ابعد القلم ما عرفش يكمل الفليكشن، يبدا الابدكشن، قول له المس القلم، يلمسه باللونجس، ابعد القلم شويه قول له كمل ما عرفش يكمل الابدكشن، ده حاجه اسمها بين تاتش. يعني فليكسور بولس بريفيس والابدكتور بولس بريفيس بيعرفوها باختبار اسمه بين تاتش تيست، لكن الاوبوننس بوليسز بيعتبروا بيعملوا بيعرفوها باختبار اسمه كاونتنج فينجر تيست. الكلمتين دول واضحين يا ولاد؟ جميل. حال الهايبو سينر ثلاث عضلات زي السينر، نفس اسماء السينر بس على الليتل فينجر، يعني هنا ابدكتور بوليسز بريفيس وفليكسور بوليس بريفيس واوبوننس بوليس، هنا ابدكتور ديجيتي مينيمي وفليكسور ديجيتي مينيمي واوبوننس ديجيتي مينيمي، يعني الليتل فينجر ممكن يعمل شويه اوبوننس. فهو الهايبو سينر ماسل فليكسور ديجيتي مينيمي ابدكتور ديجيتي مينيمي اوبوننس ديجيتي مينيمي، تاثيرهم على الهاند مش جامد قوي، لما بيبوظوا قلنا نقدر نقوله ويستنج في الهايبو سينر ماسل، بيحصل لها ويستنج. بس خلي بالكم الاسماء فليكسور ابدكتور اوبوننس، الهايبو سينر ريت فليكسور وابدكتور اوبوننس بس ديجيتي مينيمي، في مشكلة في الحتة دي ولا؟ الاثنين دول فيهم مشكلة؟ السينر والهايبو سينر فيهم مشكلة؟ لا مفيش ادكتور ديجيتي مني، مفيش زي الصمب، بص على الصمب كده عندك، شوف بعيد عن بقية الصوابع ازاي، شوف عشان تعمل له ادكشن، حتى شوف عشان تعمل له ادكشن، صابع مميز جدا، الصمب ده حمادة وبقية الصوابع دي حمادة تاني خالص، اللي بيعمل ادكشن للفينجرز هي البالمر انتر اوسياي، البالمر انتر اوسياي هي اللي بتعمل ادكشن للفينجرز. فالصنب ده حماده والفينجرز حماده تاني، يعني اللي بيعمل ادكشن للفينجر البالمر انتر اوسيال، واللي بيعمل ابدكشن للفينجر الدورسال انتر اوسيال، اللي هو يعملوا ادكشن وابدكشن، ادكشن وابدكشن للديجيت، دي البالمر والدورسال انتر اوسيال، بيحفظوها ساعات بباد وداب، يعني البالمر ادكشن والدورسال ابدكشن. طبعا لو الانتر اوسيال باظت بيحصل داترنج، لو ويستنج يعني ويستنج فالعظم يبان، ويستنج فالعظم يبان، فيبان ان في جتر هنا وجتر هنا وجتر هنا، هي دي جترنج، هي دي جترنج، جترنج يعني العظم يبان. طبعا نو فانينج ونو ادكشن، يعني جترنج ونو ادكشن ونو فانينج، جترنج ونو ادكشن ونو فانينج. ولو حطيت ورق كوتشينه بين ايديك كده يا اولاد الورق يقع، الورق يقع ما يثبتش، حاجه اسمها كارتست، كارتست لو حط الورق بين صوابع العيان كده الورق يقع ما عارفش اعمل عليه ادكشن، حاجه اسمها كارد تيست، كارد اللي هو ورقه الكوتشين يعني كارتست، يعني انتر اوسياي بالمر انتر اوسياي ودورسال انتر اوسياي ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن بيعملوا فانينج وادكشن، والادكشن بنعرفه باختبار اسمه كارد تيست، والادكشن بنعمله باختبار اسمه كارد. ايه الاخبار يا ولاد؟ الانتر اوسياي فيها مشكله؟ الانتر اوسياي فيها مشكله ولا ايه؟ تمام. اللومبريكال اربع عضلات رفاعيه، اللومبريكال دول اربع عضلات رفاعيه، لو حد يفتكر كنت بقول لكم ان اللومبريكال دول جايين من التندون بتاع الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، اللومبريكال دول جايين من التندون بتاع الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، وان اللومبريكال مع الانتر اوسياي بيعملوا رايتنج، اللومبريكال مع الانتر اوسياي بيعملوا حاجه اسمها رايتنج بوزيشن، وان رايتنج بوزيشن ده فليكشن في المتقاربو فارينجال جوينت واكستنشن في الانتر فارينجال جوينت. الحقيقه لما اللومبريكال والانتر اوسايد بيبوظوا بيحصل حاجه اسمها كلو هاند، اللي هو العكس، العكس
اللي بدل ما يبقى فليكشن في الميتاكاربو فارينجال يبقى اكستنشن في الميتاكاربو فارينجال، وبدل ما يبقى اكستنشن في الميدل والترمينال فالانكس هيبقى فليكشن. فعكس الرايتنج كلوينج، بس عشان يحصل كلوينج لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يبوظوا. لو واحده باظت لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يبوظوا. عشان يحصل كلوينج يا اولاد لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يبوظوا. كلام واضح يا اولاد؟ تمام جود. في بقى فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وفليكسور ديجيتورم بروفاندس. الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس بتتني الميدل فالانكس وفيها حركه ان التندوم بتاعها بيتقسم، عشان التندوم بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس يعدي ويمسك في التيرمينال فالانكس. فالفليكسور ديجيتورم بروفاندس بتتني التيرمينال فالانكس، لكن الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس بيتني الميدل فالانكس. فليكسور ديجيتورم بروفاندس بيتني التيرمينال فالانكس سبيسيفيكالي، هو الوحيد اللي بيتني التيرمينال فالانكس. فليكسور ديجيتورم بروفاندس بيتني التيرمينال فالانكس سبيسيفيكالي، هو الوحيد اللي بيتني التيرمينال فالانكس. ايه الاخبار يا ولاد؟ الاكستنسور طبعا في اكستنسور ديجيتورم، اكستنسور انديسيز، اكستنسور ديجيتي مينيمي، كلهم ماسكين في الاكستنسور اكسبانشن وبياخدوا من البوستير انتر اوسيس نيرف. ده الاكستنسور بتوع الريست، لكن الفليكسور بتوع الريست في فليكسور كاربي ريدياليس وفليكسور كاربي الناس، لكن الاكستنسور اوف ذا ريست اكستنسور كاربي ريدياليس لونجاس بريفيس اكستنسور كاربي الناس. يعني الفليكسور بتوع الريست عضلتين، لكن الاكستنسور بتوع الريست ثلاث عضلات، دول اثنين عضله دول ثلاثه عضله. اكستنسور كاربي ريدياليس لونجاس، اكستنسور كاربي ريدياليس بريفيس، واكستنسور كاربي الناس. الجزء ده من الجدول فيه مشكله. كان هيلب الفليكشن اوف بروكسيمال فالانكس، يعني تقدر تساعد طبعا، تقدر تساعد الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس في البروكسيمال فالانكس، لكن الاكشن بتاعها المين اللي ما بيشاركهاش حد فيه فليكشن للترمينال فالانكس. تمام يا مريم؟ يعني فليكسور ديجيتورم بروفاندس طبعا هي اطول من السوبرفيشاليس، فتقدر تساعد شويه في تاني الميدل فالانكس مع السوبرفيشاليس، ولكن المين اكشن اللي محدش بيشاركها فيه هو الترمينال فالانكس. طبعا الانتر اوسياي واللومبريكال انيشيت الاكستنشن، بيبداوا الاكستنشن اللي هو رمانه الميزان. الاكستنسور ديجيتورم كومبليت الاكستنشن، يعني اللومبريكال والانتر اوسياي بيشدوا الاكستنسور اكسبانشن فيبداوا الاكستنشن شويه، لكن اللي بيكمل بقى الاكستنشن هو الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور انديسيز والاكستنسور ديجيت. يعني تحسوا الانتر اوسياي واللومبريكال محطوطين رمانه الميزان. اللي بيعمل اكستنشن الحقيقه هو الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مينيمي، لكن الانتر اوسياي واللومبريكال بيشدوا لهم الاكستنسور اكسبانشن، يشدوا الاكستنسور اكسبانشن شويه يقوم الايفكت بتاعهم يبان. لو الانتر اوسياي واللومبريكال الاثنين باظوا يحصل كله، لكن لو الانتر اوسياي لوحدها باظت او اللومبريكال لوحدها باظت ما حصلش كلونج. عشان يحصل لازم اللومبريكال والانتر اوسياي الاثنين يعني باستثناء السطر ده دلوقتي. في اي حاجه مش واضحه؟ جميل. السطر ده عايز ينقل معلومه واحده، ان لو صباعين بس اللي اتنوا ده بارشال كلونج، لو الاربع صوابع اتنوا ده يعني البارشال كلونج تانية صباعين، الكومبليت كلو هاند تانية الاربع صوابع. لو صباعين بس للتنو دي اسمها بارشل كلو هاند، لو الاربع صوابع التنو اسمهم كلو. يعني لو الميديا اللومبريكال وانتر اوسياي باظوا، لو الميديا اللومبريكال وانتر اوسياي باظوا هيتني صباعين بس دي اسمها بارشل كلو هاند، لكن لو كل اللومبريكال وانتر اوسياي باظوا هيتني الاربع صوابع اسمها كومبليت. فهي مشكله في المعلومه بارشل كومبليت كلو هاند. مالكش دعوه يا احمد غير في الكلام اللي انا بقوله. البارشال كلو هاند بيبقى دايما ان النيرف انجن، لكن ما فيش حاجه بتعمل بارشال كلو هاند الصباعين دول، هو يا بارشال كلو هاند كده يا كومبليت كلو هاند. هنفهم ليه جوه، هنفهم ليه جوه. لكن الكلام اللي انا قلته ان تانيه صباعين اسمها بارشال كلو هاند وتانيه الاربع صوابع اسمهم كومبليت كلو هاند، كلام واضح؟ تمام. خلق الله الان النيرف عشان يدي الهاند صح، بس هو اتسرق منه عضلتين السينار واثنين لومبريكال، سرق منه عضله ونص، ان اللومبريكال عددهم اربعه، هو اتسرق منه اثنين لومبريكال يعني نص لومبريكال، فهو اتسرق من الانا النيرف، يعني الانا النيرف المفروض يدي الهند، بس هو اتسرق منه الثينر واثنين لومبريكال، يعني اتسرق منه عضله ونص. ليه بقى اتسرق منه عضله ونص؟ لانه هو ماشي في الفور ارم اللي هو منطقه نفوذ الميديا نيرف، سرق من الميديا نيرف عضله ونص،
اللي هم الفليكسور كاربي الناريس ونص الفليكسور ديجيتورم بروفندس. فالقاعده الرئيسيه ان الميديا نيرف هنا والانا نيرف هنا، دي قاعده رئيسيه ان الميديا نيرف هنا والانا نيرف هنا. الميديا نيرف في الفور ارم والانا نيرف في الهاند، ولكن الانا نيرف حرامي سرق من الميديا نيرف عضله ونص اللي هم الفليكسور كاربي الناريس ونص الفليكسور ديجيتورم بروفندس. فقام الميديا نيرف بسرقه عضله ونص من الهاند ياخد حقياته اللي هو الثينر واثنين لامبري. يعني كان في طالب رسمها كده كاريكاتير اللي هو ترو فريندز، ترو فريندز اصدقاء حقيقي. يعني الميديا نيرف كان نايم، فالانا نيرف وهو معدي سرق منه عضله ونص. فلما الميديا نيرف قام لقى نفسه اتسرق غضب، فاتسحب تحت الفليكسور ريتيناكلم وراح سارق عضله ونص، وهي دي حكايه ترو فريندز. والابر ليمب متظبط على واحده ونص، ده سرق من ده عضله ونص وده سرق من ده عضله ونص، تبقى اتعشت. السلايد ده واضح ولا؟ يعني اعتقد دلوقتي ان انتوا في الاناتومي، يعني شوفوا الواد البين تاتش تيست، العيان يعمل فليكشن، هيعمل فليكشن ما تكملوش، يعمل ابدكشن ما يعمل فليكشن ما اعرفش كده كمل، كده كمل الفليكشن. الحركه الاولانيه بتاعت اللونج، الثانيه بتاعت الحركه الاولانيه بتاعت اللونج، الثانيه بتاعت البريفس، وكذلك الابدكشن. يبدا الابدكشن ما يكملوش، يبدا الفليكشن ما يكملوش. فده اختبار اسمه بين تاتش تيست، اختبار اسمه بين تاتش. واضح ولا؟ هو ده ابهن. يعني ايه ابهن؟ يعني الصم ان ذا سيم بلين زي بقيه الصوابع. خلي بالكم ان الصم بتاعنا بوليس يقبض على بقيه الصوابع، لكن اول ما الاوبونس بولس تبوظ هيبقى ايدينا زي ايد القرد. ايه القرد ما قدرش يصيد، قلنا ما قدرش يصيد، ما قدرش يغزل، ما قدرش يعمل فاين موفمنت. القرد ما عرفش يعمل الحاجات دي، يعني ما عندوش اوبونس. لكن الانسان يقدر على كده لان ما فيهوش ميزه. فاهمين على ده؟ لا شايفين على ده الجاترنج اوف ذا هاند؟ شايفين لما الانتر اوسيال بتبوظ بيحصل جاترنج في الهاند؟ شايفين كل ما يحصل لها اتروفي العظم يبقى برومنت ويحصل حاجه اسمها جاترنج. واضحه يا ولاد ولا لا؟ جاترنج واضح يا ولاد؟ ده كارد تيست، انك تبدا تحط تدي العيان ورق كوتشينا، ما عرفش يمسك ورق كوتشينا من صابعه، ما قدرش يحافظ على ورق كوتشينا من صابعه، سهل تسحبه لانه مش قادر يعمل ادكشن عشان الانتر اوسيال بتاعته باظت، فمش قادر يعمل ادكشن. فده اختبار اسمه كارد تيست. واضح يا ولاد ولا لا؟ ده منظر الكومبليت كلو هاند والبارشال كلو هاند. يعني البارشال كلو هاند صباعين بس اللي اتنوا، لكن كومبليت كلو هاند الاربع صوابع اتنوا. فده الفرق بين كلمه بارشال كلو هاند وكومبليت كلو هاند. واضح يا ولاد؟ واضح الفرق بين بارشال كلو هاند وكومبليت كلو هاند؟ الحقيقه ان انا وهم قطعوا النت عننا، وبعدين انا شغال على النت بتاعت الموبايل اعمل لكم ستريمنج بيها. فيعني معلش النهارده هتبقى الحصه قصيره كده، ان شاء الله من اول بكره هيبقى حصه الساعه 9 ثلاث ساعات عاديه. وكل يوم بقى سبت حد اثنين، يعني لغايه ما اخلص نيورو سيرجن. حد عايز مني حاجه ولا لا؟